انتهت الآجال وأغلق منذ قليل فقط باب الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. هنا كان يوما غير عادي في مقر هيئة الانتخابات، حيث بدأ المترشحون بالتوافد منذ ساعات الصباح الأولى، ليتجاوز عددهم في يوم واحد 20 مترشحا. يوم افتتحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وسط جموع رافقته من حزبه تحيا تونس حتى غرفة إيداع ملف ترشحه. الشاهد الذي أجاب عن إشكالية بقائه على رأس الحكومة وتضارب المصالح بين الحزب والحكومة، لأنه في استقالة رئيس الحكومة استقالة الحكومة كاملة، وأنا اليوم معناها نستقيل والبلاد تحارب الإرهاب والبلاد في قانون في حالة طوارئ وموسم سياحي وعنا عودة مدرسية، معناها هذا ماهوش، هذا هروب من مسؤوليتي. انا اليوم بتحمل المسؤوليه، الانتخابات هي محطه كالمحطات الاخرى اللي تعيشها البلاد التونسيه، باش نشارك فيها كيما كل المترشحين تقريبا 50 او 60 مترشح، ما فما حتى داعي قانوني. مضى ليدخل من الباب العريض للترشحات مرشح مشروع تونس محسن مرزوق، حاملا بين يديه حوالي 26 ألف تزكيه شعبيه. هو الذي رأى في نفسه الكفاءة والنضال السياسي والقرب من الفقراء. الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ما هي لحظة مهمة في حياتنا الديمقراطية، يلزمنا نمشي لها بدون انقسامات كبيرة، باحترام الأخلاق نتاع العمل السياسي، بدون السب والشتم، وعلى أساس تقديم البرامج. وأنا متطلع إن شاء الله أنه في أقرب وقت يقعدوا المترشحين قدام الشعب التونسي ويتناقشوا ويقدموا برامجهم. مر ركب هذا ليأتي الركب الموالي والذي لم يقل استعراضية عن سابقيه، هو عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة التي حملت تزكيات من الأنواع الثلاث الشعبية البلدية والبرلمانية، رغم أن الهيئة لا تقبل إلا نوعا واحدا. أقتحم مرحلة جديدة في النضال من أجل تونس، سعيا لخدمة أهداف الوطن جميعا. أنا مشارك وأرغب في النجاح، وأعتبر أن لدي من القدرات ما يجعلني أتفائل بالمستقبل. كل منهم تحدث عن النضال والتضحية من أجل تونس، وكل منهم رأى في نفسه الكفاءة اللازمة لتولي منصب رئيس الجمهورية التونسية، ومنهم والي تونس ووزير العدل السابق عمر منصور الذي قدم حوالي 14 ألف تزكية شعبية. نقول إن شاء الله التنفس يكون تنفس باهي، يكون تنفس نزيه، تنفس نظيف، نبعدوا على الخصومات، نبعدوا على العرق، نحترموا بعضنا بكذا بكذا، ونقولوا اليوم اللي باش يقروا الرأي العام غدويكا قلنا نمشيو بعضنا فرد طريق وفرد ثنية. وما بين الأسماء الكبرى المتنافسة لم يغب أولئك المواطنون الذين رأوا في أنفسهم القدرة على المنافسة. هم من مجالات مختلفة، منهم من أتم ملفه وكان ترشحه جديا كمحمد الصالح الجنادي الخبير المالي والاقتصادي الذي قدم حوالي 11 ألف تزكية. معناها مبادرة جديدة خليتنا باش معناها بعد الثورة باش نجموا نتقدموا ونوصلوا معناها نحققوا أهداف، معناها شباب اليوم يمشي إلى الانتخابات، وهذه حاجة رمزية كبيرة برشا، وهذه معناها اليوم كان باش نتقدموا معناها باش نخرج من المأزق نتاعنا لابد باش يكون فما طاقة تاع شباب نعاول عليها. ومنهم من لم يكن ترشحه جدي ولم يستكمل ملفه. تزكيات 40 كتاب هو اللي يزكيني. ليه تزكيات؟ ما عدم التزكيات. انا قلت لك 40 كتاب هما اللي يزكيوني. التزكيات مازلنا قاعدين نشوفوا فيهم، انا جاي من السويد تو، جيت من بن قردان. دونك زدنا باش نرجع باش نكملوا. قداش لميتوا هنا؟ 8000. الايداع تو حديت 8000. ما زدت ما حطيتش خاطر كي باش نعطي 10 ملايين يلزمني عندي 10000. دونك ما نجمش اعطي فلوس او ان افونس. هذه المرأة التونسية. سليم الرياحي الغائب عن تونس لم يترك فرصة الترشح للرئاسية تفوته، حيث أوكل من يقدم ترشحا باسمه في يوم استقبلت فيه الهيئة أسماء أخرى، منها المترشحة كسلمى اللومي عن حزب الأمل، الياس الفخفاخ عن التكتل، سعيد العايدي عن بني وطني، والأستاذ قيس سعيد كمستقل. نقل إلي الشباب العدد كيف أغلق البعض هواتفهم وكيف يعني فرطوا فيها إلى جهات أخرى بمقابل مادي لا أعرف، ولكن في كل الأحوال أترفع عن الرد على هؤلاء، ولا تهمني إلا ثقة
التونسيين والتونسيات، يعني وتتأكد هذه الثقة في كل ساعة وفي كل يوم. كما كانت فرصة أمام من رغب في استكمال ملفه من المترشحين السابقين. هو يوم حافل بنهايته أصبحت الصورة واضحة حول من سيقف في خط الانطلاق في السباق نحو قرطاج، وأسماء سيتم الإعلان عن المقبولة منها أوليا يوم الأربعاء القادم أي 14 من أوت الحالي قبل أن يفتح باب الطعون.